إلى دولة الإمارات في سنة 83 ميلادية، وكان ذلك في الصيف الشديد، وأنا أعمل فلاح في إحدى المزارع، ولم أستطع أن أصوم رمضان في ذلك الصيف القائض لمدة 4 سنوات، وذلك لوجود المزرعة في الصحراء وليس هنا أي مكيفات أو أشياء تلطف من حرارة الجو، ولكن بعد ذلك تحملت وأصبحت أصوم، وقد هداني الله سبحانه وتعالى، وقمت بزيارة بيت الله الحرام وتبت إلى الله ودعوته أن يغفر لي ما بدر مني، ولكن أشعر بتأنيب ووخز الضمير، وأريد أن تفيدوني الآن بالإجابة عن توبتي ومدى قبول الله سبحانه وتعالى، وماذا يجب علي أن أفعل حتى تكون التوبة نصوحة وخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فما فعلته من الإفطار في نهار رمضان وأنت لست مريضا ولا مسافرا أخطأت فيه خطأ كبيرا، وشدة الحر لا تبيح لك الإفطار، فتصوم إن كان الوقت حارا، وإذا أجهدك الصيام في بعض الأيام وخشيت على نفسك من الهلاك فلا بأس أن تشرب، فلا بأس أن تشرب بقدر ما يبقي عليك حياتك، ثم تمسك بقية اليوم وتقضيه بعد رمضان. أما أن تترك الصيام نهائيا فهذا لا يجوز لك، وما فعلته يعتبر من باب الخطأ، وما دمت أنك قد تبت إلى الله فالله يتوب على من تاب ويغفر الذنوب جميعا، ولكن عليك مع التوبة أن تقضي الأيام التي أفطرتها ولا تترك منها شيئا، وعليك مع القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكين، تطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير، عن تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر، فعليك أن تقضي الأيام، وعليك مع القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير مقدار نصف الصاع أو كيلو نصف تقريبا عن كل يوم، ولا بأس أن تجمع هذا الطعام عن الأيام وتدفعه لشخص واحد أو لعدة أشخاص. جزاكم الله خيرا.